للفن دور كبير في التواصل الإنساني بتفاعليات وأحاسيس مبدعيه التي تتجسد بمختلف الأساليب التعبيرية الإبداعية الفنية، وهو ما عكسته الأعمال الفنية لـ30 مبدعاً من الفنانين التشكيليين من مختلف الجنسيات ممن شاركوا في المعرض الفني الجماعي مع نستطيع بتنظيم النادي الثقافي العربي بالشارقة وبالتعاون مع جماعة الفن، حيث استهدف المعرض مساندة أسر ضحايا ومنكوبي الفيضانات المؤسفة التي شهدتها ولاية كيرلا الهندية مؤخراً. هذا المعرض طبعاً هو عبارة عن مواضيع مختلفة، يعني فيها شيء من البيئة وشيء من التراث ومن يعني حضارات مختلفة اجتمعت كلها في هدف إنساني واحد. يعد هذا المعرض خاص جدا، وسعينا كجماعة الفن على إقامته لهدفه الإنساني الكبير، وأنا أشارك فيه بلوحة تتماشى مع خصوصية روح المعرض، فنحن نريد أن ننشر الحب والخير عبر الفن بين الإنسانية. يأتي المعرض الفني كمحطة رابعة في إمارة الخير والعطاء ضمن سلسلة محطاته في مختلف إمارات الدولة، مقدماً برسالته الإنسانية الفنية قيماً ومعان أسمى لخدمة الإنسان والمجتمعات. لوحتي تحمل اسم أحلام، وهي تجسد وجه امرأة في حالة من المحبة والسلام والهدوء والتضرع، وقد أبرزت فيها ألوان العالم الإماراتي والمفردات التراثية المختلفة في زيها المحتشم، وهو تعبير مني عن حالة الأمن والسلام التي ننعم بها في دولة الإمارات والتي أتمنى أن ينعم بها العالم. حبيت أشارك بلوحة ستالين شيلدهود اللي هي الطفولة المسروقة. بهاي اللوحة حبيت أعبر عن طفل الفلسطيني كيف إنه محروم من طفولته. عملت يعني كومبينيشن بأكثر من يعني صورة، مثلا واحدة اللي هي صورة الطفل هو وراء القضبان، هو ممكن إنه يكون مأسور، مسروق منه أشياء كثيرة بحياته، مسروق منه طفولته، مسروق منه الحياة الطبيعية اللي بيعيشها أي طفل. البوكيه ده عندي من قبل كده بكتير الورد، وحسيت ان هو اكتر حاجه ممكن اديها هديه للناس اللي اتصابوا في الموضوع بتاع الفلود اللي حصل في الهند، فقلت هقدم لهم البوكيه ده هديه مني عشان اواسيهم في اللي حصل لهم. هي لوحه زيتيه استخدمت فيها الوان زيت. انا عامه بحب قوي الستايل الكلاسيك في الرسم وفي البينتينج. لوحتي عباره عن اشكال من السمك، هي عباره عن سمك، مجموعه من الالوان ومركزه جدا على حركه السمك، يعني هو ده التيم بتاعي او الاسلوب بتاعي في الفن، ان انا اقدر لنا يعني اخلي المشاهد او المتلقي ان هو يستمتع بالالوان، يستمتع باللوحه نفسها. تمام، التكنيك نفسه استخدمت البراش فري براش اللي هي الفرشه بالتنقيط. معا نستطيع تعدديه فنيه عكست بتنوعها وزخم ثرائها الثقافي الحضاري الإنساني أفكار مبدعيها، ساعية لإثراء الروح والعقل وتسخير العطاءات للإنسان في مختلف بقاع المعمورة.